صباح الخير وتحية كبيرة لكل المشاهدين يلي عم يتابعونا من خارج لبنان ومن كل المناطق اللبنانية، وتحية أكبر لكل يلي عم يتابعونا من الجنوب، هالأشخاص يلي قرروا يبقوا ببيوتهم وما يتركوها بالرغم من كل الظروف يلي عم يمرقوا فيها. صحيح أنه كل اللبنانية مرقين بفترة صعبة وعصيبة، ولكن يلي عايشين بالجنوب أكيد الوضع أسوأ عليهم. بنتمنى أنه كلكم تكونوا بخير. منتابع حلقتنا لليوم مع فقرة إيت سمارت، ومعنا اختصاصية تغذية ميرفت أبيض. رح نحكي عن فقر الدم ومشاكل التغذية يلي بتواجه مرضى فقر الدم. صباح الخير. صباح النور. ميرفت، بدنا نحكي عن مثل ما قلنا فقر الدم. في كتير أشخاص بيكونوا مشخصين أنه عندهم يمكن حالات فقر الدم، يمكن بمراحل معينة من حياتهم، يمكن أوقات بيكون هالشي مزمن معهم ومرفقهم عطول. كيف فيها تساعد التغذية هالأشخاص؟ التغذية كتير أساسية خصوصا للعالم اللي عندهم فقر دم، غير انه نحن اكيد بيكون يمكن الحكيم واثق انه نكون عم ناخذ سبلمنتيشن للحديد. بدي بس اعرف شوي عن الحديد اول شغله وليش هو كتير مهم. الحديد شو شغلته بالجسم؟ انه هو ينقل الاكسجين بالجسم، اذا بدك بيوديه على شيء اسمه هيموغلوبين بالدم، وبيشربكوا مع بعضهم وبيصير الجسم بيودي، يعني لما بينتقل الدم من محل لمحل هو بيكون عم ينقل الاكسجين لخلايا الجسم. فهو شيء كثير اساسي انه نحن نكون عم ناخذ كميه منه كافيه بالنمط الغذائي او بالحميه الغذائيه تبعيتنا. قديش بدنا ناخذ حديد؟ للنساء يعني هن اذا بدنا فينا نقول ادلتس، يعني من بعد عمر التينيجرز لعمر الخمسين بيكون لازم ياخذوا 18 ملي جرام من الحديد. ولما بيكونوا هالنساء بعد العمر ال 51 او اجمالا خلص وقتها يكون نقطع عمر ال 51 للنساء وللرجال بيكون زيت الشيء، لازم نكون عم ناخذ 8 ملي جرام. واعلى ريكومنديشن هو للنساء الحوامل لازم يكونوا عم ياخذوا 27 ملي جرام. هن اعلى شيء. هيدا يوميا عم نحكي نحن؟ يوميا طبعا. يوميا هيدا عند الاشخاص العادي اللي ما عندهم مشكله فقر دم. اللي ما عندهم مشكله فقر دم، اوكي؟ اجمالا اللي بيكون عندهم فقر دم ما بيكونوا عم ياخذوا هالكميه، بيكونوا عم ياخذوا يمكن هن كثير اقل. ودائما مش بس الكيس انه ما بيخلق فقر الدم هيك من ولا شيء، عندنا كيسز وفي عندك عالم معرضه اكثر من غيرها انه هي يكون عندها فقر الدم. اول شيء البنات يعني بيكونوا اول ما بلشوا بالدوره الشهريه يمكن على العمر التينيجرز او الايرلي ادوليسنس بيكونوا هن معرضين انه يكون عندهم فقر دم. بيرجع عندك النساء او الرجال اللي بيكونوا اكبر بالعمر، يعني مع العمر بتزيد البروبابيلتي يمكن انه يصير الشخص عنده فقر دم. وفي عندنا العالم اللي عندهم مشاكل بالمعده او المصران، او بالتحديد اي بي دي، الجسم او المعده او المصران ما بيعودوا بيمتص الحديد مثل ما لازم، فمشان هيك هن معرضين اكثر من غيرهم انه يكون عندهم فقر دم. موست كيسز بيكون في عندنا انيما، وببعض الحالات الكانسرز كمان ممكن يكون عنده فقر دم. خلينا نفوت بالتفاصيل اكثر من بعد هيدي الوقفه السريعه. منتابع حديثنا مع ميرفت أبيض عن فقر الدم، لكن حكينا عن الحالات يلي بيكون فيها فقر دم. بدنا نحكي شوي عن التغذية وقديش الكمية يلي لازم نكون عم ناخدها بهيدي الحالات. بدي أول شيء فرق إنه في عنا نحن نوعين حديد بنقدر ناخده من الأكل. أول واحد يلي هو السورس الهيم آيرن أو الحديد الهيمي، هيدا بيجي من اللحمه، من الدجاج، من خص اللحمه الحمراء كمان، وممكن كمان شوي من الاسماك، يعني كل شيء مصدر حيواني بيجي منه الهيم ايرن او الحديد الهيمي. هيدا احسن شيء الجسم بيمتصه. في عندي الحديد اللي هو غير هيمي او النون هيم ايرن، هيدا بيجي من كل شيء نباتي، يعني مثل البروكلي، مثل الكيل، مثل السبانخ، هول كلهم موجودين بالبلانت سورسز، يعني بالخضره الورقيه الخضراء، بالخضره الورقيه الخضراء او اي شيء بس منه سورس حيواني، كل شيء نباتي بيكون بقلبه حديد، يعني حتى مثل العدس، مثل الجرينز، مثل البقوليات، هول كمان بقلبه حديد، بس نحن بنقول انه هيدا السورس تبع الحديد هو غير هيمي، فهيدا كمان هو اقل
يعني نمتصه اقل من يعني الجسم بيتعامل مع الحديد الهيمي احسن او بيمتصه اكثر من لما بنكون عم ناخذ حديد من سورس نباتي او غير هيمي. يعني بفهم منك انه الاشخاص النباتيين اللي بالزبط. ما بياكلوا ابدا ماكولات حيوانيه بالزبط. عندهم فقر دم بكل بيكون بدهم 1.8 مرات اكثر يعني تقريبا ما يعادل دبل عن قديش بدهم العالم اللي بياكلوا يعني اللي هن مش نباتيين بدهم تقريبا مرتين اكثر من غيرهم حديد لانه يعني اذا بدك لنقول بيمتصهم يمكن للماكسيموم 20% فما بيكونوا عم ياخذوا الريكومنديشن اللي هو بحاجه له خلال النهار فلازم يزيدوا قديش هن عم ياخذوا حديد لما يصير في عندهم نقص حديد او يوصلوا لمرحله هون لازم يكونوا يعني عم يمشوا يمكن على الجراماج او على المعايير المضبوطه كرمال ما يتعرضوا لفقر الدم صح. لان يمكن اول مرحله وقت ينتقلوا يصيروا نباتيين بيكون ماشي الحال بس بعد فتره رح تبين المشاكل تمام 100% طيب هلا كمان بدنا نحكي هلا وين موجودين اكثر شيء على الاثنين ايرن يعني من النوعين وين موجودين اكثر الشيء الاكلات اللي موجود فيها اكثر شيء الحديد هبلش اول شغله في عنا بالنون هيم ايرن في عنا الشمندر هو كثير عالي بالحديد في عنا كمان البطاطا الحلوه كمان بقلبها نسبه حديد منيحه وفي عنا السبانخ كمان بقلبه كتير حديد وكل شيء يعني فعليا هو كل شيء ورقيات لونه اخضر غامق بيكون بقلبه حديد عالي يعني مثل الكيل مثل السبانخ مثل الملوخيه فهول نحن اجمالا كلبنانيه كطبخ لبناني موجودين بطبخاتنا يعني ممكن نكون عم نتناولهم كل يوم بس للعالم اللي ما بتاكل من هدول الاكلات كمان لازم نجرب ندخلهم يعني اذا بنطلع نحن على لنقول السبانغ ورز الطبق اللبناني بقلبه سبانغ وبقلبه لحمه يعني بقلبه حديد من سورس نون هيم مع هيم نحن انا وياكي حكين من قبل على الكومبينيشن لما بنعمل كومبينيشن نون هيم ايرن مع هيم ايرن هذا كمان كثير بيساعد على امتصاص الحديد يعني بكون انا اذا ما حطوا من هون عم بياخذوا من هون فهي الكومبينيشن كثير منيحه بالنسبه لنا بنزيد له عصره حامض فيتامين سي بصير بعد الامتصاص احسن مزبوط أحسن. باي شيء لما نحن بدنا نكون عم نعزز امتصاص الحديد بخصوص للعالم اللي عندهم فقر دم دائما 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 بدنا نحط سورسز اوف فيتامين سي لنقول عم ناكل شقفه ستيك فور اكزامبل اذا بنحط معها بروكلي بقلبه فيتامين سي او الفليفله كمان لما بتكون نيه كمان بقلبها فيتامين سي فهذا الكومبينيشن مش بس دائما عصره حامض لانه كل شيء سترس مثل ما بنعرف يعني مثل الليمون مثل الحامض هيدول الفاميلي تبعهم موجود بقلبهم كثير فيتامين سي بس كمان في قصص ما بنعرفها انه الفليفله فور اكزامبل بقلبها فيتامين سي اكثر من حبه الليمون او حبه الحامض فكتير كثير مهم انه نكون عم ندخل كمان الفليفله وخصوصي اذا نايم مشان ما يروحوا بالطبخ طب حتى الخضره مثل السبانخ اذا انطبخت عم تفقد شوي من الحديد تبعها بتفقد شوي من الفيتامين سي تبعها يعني بس. انت في عندك يعني let's say for example عندك نوع من الخضرة أو نوع من الورقيات إذا منطبخهم بيتعزز أنه يطلع فيهم معادن وفيتامينات معينة وقبل الطبخ بيكون عندك كمان فيتامينات معينة بتكون أعلى يعني أنا بس نطبخ الشغلة for example في قصص احسن انه تنطبخ لتبين اكثر فيها او تزيد نسبه هيدي المعادن او الفيتامينات فيها والعكس كمان فاذا بنقدر نشكل مره نمرق ني ومره نمرق مطبوخ كمان بيكون كثير منيح يعني مثلا السبانغ الني فينا نمرقه بالسلادات نستبدله بالخس لانه هو كمان بيكون بقلبه حديد اكثر بيكون بقلبه فيتامينات ومعادن اكثر من الخس فهيك اتس ا جود ايديا انه نحن نقدر نبدل هول الشغلات او حتى الكيل احسن بيكون فيه بعد احسن من الخس لانه فيه فيتامينات وفيه معادن اكثر وفيه كمان الياف اكثر فاذا بنقدر نعمل هيدا التبديل بيكون احسن فينا نتناوله كمان مطبوخ بالطبخات او فينا نحطه مع السالمون كمان بيكون كثير مناسب لانه هلا بالنسبه للحوم شو اكثر اللحوم يلي هي بقلبها حديد ما بعرف كثير في ناس ما بيحبوها سوده الدجاج او سوده اللحمه هي اكثر شيء يعني القصبه اكثر شيء بيكون بقلبها حديد في عالم ما بتتقبلها او في عالم بتاكلها نيه بتكون يعني هي كثير مركز فيها كميه الحديد فهي للعالم اللي عندهم فقر دم اذا بيقدروا يتناولوها مره او مرتين بالجمعه بيكون كثير منيح بالنسبه لهم كمان بدي احكي على البندوره كمان البندوره اذا بنقدر نتناولها مع اللحمه يعني اذا بناخذ برجر بنحط معها لحمه بنحط معها بندوره هذا شيء دائما بيعزز يعني بيعزز امتصاص الحديد من هدول السورسز
اوكي، يعني نحن عم نحكي عن كل هالعناصر يلي هي رح تساعد مرضى فقر الدم، ممكن يوصلوا لمرحله انه يتخلصوا من فقر الدم؟ طبعا اذا طبعاً. من وراء التغذيه؟ طبعا طبعا، نحن لازم نكون عم نعمل فحص دم لنعرف او لنقدر نعمل دايجنوسس انه هذا الشخص عنده فقر دم، طبعا بيطلبوا الحكيم وبنشوف اذا الشخص عنده فقر دم ولا لا، وبده يرجع يعيده بعد كم شهر لحتى يقدر يشوف انه اذا اختلفوا الارقام ما اختلفوا مع متابعة، وإذا كان عم يأكل مزبوط. وموست أوف ذا تايم لما بيكون الشخص عنده دايجنوست مع أنيميا أو فقر دم بيكون الحكيم طالب إنه نكون عم ناخد سبلمنتيشن على القليلة أول فترة. في عالم ما بتلتزم بالسبلمنتس، في عالم ما بتحب تاخد سبلمنتس، بينما في عالم بتاخد سبلمنتس عشوائيا كمان على الطلع والناس. صح 100%، هيدا مش مزبوط وهيدا مش مزبوط، هن موجودين لسبب معين، فإذا نحن لازم نكون عم ناخد سبلمنت أو الحكيم واصف إنه نكون عم ناخد سبلمنت لهالحالة بالتحديد ضروري نكون عم ناخذهم لحتى بس اول فتره اذا بدك تكون عم نعطي بوست للجسم. بس هذا ما بيمنع انه اذا انا عم باخذ سبلمنت كون انا خلص نسيت التغذيه وكون عم باكل كيف ما كان وما كون مركزه انه انا اقدر فوت هدول الاكلات. ضروري كمان الالتزام بالسبلمنت يلي وصفه الحكيم. صح. لانه في كثير انواع وفي كثير تركيبات، اذا بدنا نقول يمكن التركيبه يلي نحن رح نختارها على ذوقنا ما تكون عم تنفع حالنا 100%. كمان بدي اقول لك انه يعني الاديشنز او الزيادات يلي كيف بدنا نقدر نفوت حديد بالدايت تبعنا ممكن تكون هينه، يعني مثلا التمر بقلبه حديد، في كثير ناس ما بتعرف هيدا الشيء، او الخوخ المجفف كمان بقلبه حديد، اذا نحن عم نقدر نفوتهم بالدايت بشكل مستمر او از سناك حتى يعني انه ما بيتطلب هالجهد الكثير كبير، او حتى اللوز والبذورات كمان والنيين هدول كمان بقلبهم كثير حديد، بنقدر نحن نزيدهم بطريقه كثير بسيطه، يعني يا فينا ناخذهم كانه عم ناخذ سناك او فينا نزيدهم على السالد او نخليهم يكونوا موجودين يعني كل يوم بالدايت تبعنا، فمنهم كثير صعبين انهم ينعملوا اذا بس بنقدر نعرف شو السورسز تبع الحديد يلي لازم نتناولها، وهيك بنقدر نحن كل يوم نكون عم نفوت نوع منهم بالدايت. طب اذا كان فقر الدم مثل ما قلنا بالاول هو سببه مرض معين مثل ما قلنا السرطان او حيلا مرض ثاني، مشاكل بالمعده كمان او مشاكل بالمعده، ممكن يكون كمان التغذيه عم بتساعد ولا هون يعني الشفاء من المرض هو اللي بس رح يحل؟ بالضبط، لازم نكون عم نحل المشكله الاساسيه لانه هون صار عندك انت فقر الدم از سيمبتوم لهيدا الديزيز، فلازم طبعا نحل المرض اول شيء، لانه قد ما اخذنا حديد ما انت عندك مشكله انه جسم مش عم يمتصه، فقد ما اخذتي يمكن اوكي يمكن تزيد بنسبة كتير قليلة إنه نقدر نمتص أكتر، بس في عنا مشكلة أساسية اللي هي طبية لازم نحل هيدي المشكلة بالأول وبعدين نرجع نقدر نحنا نعمل تريتمنت. بس ما بيمنع أكيد إنه كل هالأكل اللي عم نحكي عنه هو أكل صحي وبينفع يعني على كل الحالات. طب هل يلي بيتشخص معه فقر دم ضروري يزور اختصاصية التغذية ولا بيكتفي بس إنه يتناول الاشياء المتعارف عليها انه فيها حديد؟ لا اكيد لازم لحتى نكون عم ننسق، لانه فينا نكون عم ناخذ اشياء فيها حديد وفي قصص ثانيه بتعززها وفي قصص مش لازم ناخذها مع لما بنكون عم نتناول حديد، يعني فور اكزامبل كل شيء كافيين يعني مثل الشاي او القهوه اذا بدنا ناخذهم لنقول تروقنا ببيض والبيضه بقلبها 1 ملي جرام من الحديد، اذا اخذنا حدا فنجان شاي كثير رح يقل امتصاص الحديد منه، لانه كل شيء كافيين اجمالا بخفف من امتصاص المعادن والفيتامينات من الجسم، يعني انا ما في يكون عم بتغدى لنقول سلطه روكا وشمندر ونحط فيها بروكلي وستيك لنقول وبعدين من بعدها اخذ فنجان قهوه دغري بظهرها، ما بيمشي الحال لانه القهوه كثير بتخفف من حتى امتصاص المعادن. بيقولوا انه بخفف من بخفف. برجع بركز انا على نقطه الكالسيوم، انه الكالسيوم كثير مهم وحديد كثير مهم، ما في حدا احسن من حدا، بس مع بعضهم عم يلغوا بعضهم. صح عم يلغوا بعضهم، وعم مش هيك يعني للشخص اللي عنده انيميا اخذ هالحديد يلي وعم بيعمل الدايت تبعه وعم بيركز انه ياخذ كميه حديد عاليه من الدايت واخذ معه هاللبن، ما الجسم ببدي انه هو يمتص الكالسيوم تبع اللي موجود باللبن عن انه ياخذ الحديدات يلي انا كثير بحاجه لهم بالكيس تبع. صح.
على كل الاحوال يعني وجودكم هو كثير مهم لينعمل بلانينج لهالنظام الغذائي لحيلا يمكن ديزيز او حيلا نقص يمكن موجود بالجسم حيلا ديفيشنسي بحيلا معدن او وبتقدروا تساعدوا كل المرضى. شكرا كثير لك من الفتره على وجودك معنا. ناخذ بريك ونرجع من بعده.